بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من قناه المهندس نبيل. النهارده هنتكلم عن انواع البيتومين، اللي هو البيتومين الاسود. طبعا انت دايما تسمع بيتومين، بيتومين بارد، بيتومين سخن، بيتومين مائي، بيتومين لامع. هنقول ايه هي انواع البيتومين واستخدام كل نوع ومميزاته وعيوبه. اتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس قبل ما نخش في الحلقه. ندخل مع بعض. ايه هي انواع البيتومين؟ اول حاجه من البيتومين حاجه اسمها البيتومين الصلب الساخن. البيتومين الصلب الساخن ده يعتبر من انواع العزل، هو بيتصلب، يعني بيحصل له تصليب بعد تسخينه، تمام؟ بيلزق طبعا في الخرسانه لو انت هتستخدمه كعازل. يعني مميزاته اللي درجه التصاقه بالخرسانه او بالسطح الخرساني بتكون قويه جدا. وبرضه اللي هو لو انت مثلا عندك اماكن فيها حشرات او زواحف، خد بالك ان البيتومين الساخن ده بيقوم بطرد الحشرات وطرد الزواحف، من مميزاته يعني ريحته ما بيتقبلهاش الحشرات او الزواحف. النوع الثاني البيتومين المؤكسد الساخن. يعتبر البيتومين المؤكسد الساخن ده زي البيتومين الصلب اللي هو الساخن اللي احنا اتكلمنا عليه. له قوام طبعا غير سائل، طبعا بيلصق برضو على السطح الخرساني بقوة متناهية. برضو من مميزاته اللي هو بيطرد الحشرات والزواحف، وبيكون مثل اللي هو بيكون طبقة سميكة شوية عن البيتومين الصلب الساخن. في بعد كده البيتومين المائي، طبعا برضه هو بيعمل طبقة قوية، هو يعتبر نوع من انواع البيتومينات، بيكون غير لامع يعني بيكون مطفي، تمام؟ وبرضه بيلزق على الخرسانة بصورة قوية. ده البيتومين المائي. في بعد كده البيتومين اللامع. البيتومين اللامع يعتبر عكس البيتومين المائي، وهو على فكرة رخيص جدا في السعر، ولكنه ما بيعملش طبقة عزل على الخرسانة، فلا ينصح باستخدامه، يعني كتير جدا لا ينصحوا باستخدامه. في البيتومين بعد كده المؤكسد البارد. البيتومين المؤكسد البارد ده بيستخدموه في العزل، اللي هم بيدهنوا بالسطح بتاع العزل قبل ما يبداوا يشتغلوا في الرولات او اللفائف، وممكن يستخدم برضه لحاله كعازل، زي مثلا بنستخدمه في الاواعد او بنستخدمه في رقاب الاعمده. مثل اللي هو بينشف بعد عده ساعات، بس برضه لازم تتأكد ان البيتومين البارد ده بيتومين مؤكسد، تمام؟ لان البيتومين البارد الغير مؤكسد لا يلتصق بالعنصر الخرساني. فما تيجي تشتري بيتومين بارد تقول له انا عايز بيتومين مؤكسد بارد، البيتومين المؤكسد بارد هو اللي بيلزق بالخرسانة، انما البيتومين البارد لا يلتصق ابدا حتى لو قعدت يوم او يومين. طبعا هو عيوبه شوية اللي هو بيأثر بالسلب على صحة البني آدم، فدايما تلبس كمامة وانت شغال فيه، وبيتأثر بدرجات الحرارة العالية. في بعد كده البيتومين المطاطي. البيتومين المطاطي ده عبارة عن رقائق كده من البيتومين، زي اللفايف اللي احنا اتكلمناها في حلقات سابقة. بيستخدم لعزل الأرضيات والجدران والأسطح، ده معروف اللي هو البيتومين المطاطي. فدي كانت معظم انواع البيتومين. طبعا طريقه استخدامه، قبل ما تستخدم طبعا اي عزل او النوع من انواع البيتومين لازم تنظف جيد السطح جيدا اللي انت هتشتغل عليه من الاتربه، وطبعا تغسله بالميه وتسيبه لحد ما يجف. طبعا لو في شروخ او في حاجه في السطح لازم تتاكد ان انت سديت كل المسامات والشروخ دي قبل ما تدهن. بعد كده بتبدا تدهن البيتومين وتسيبه لحد ما يجف تماما وتتاكد انه جف، وبعد كده تقدر تدهن طبقه ثانيه او طبقتين حسب المتاح وحسب المواصفات بتاعتك. لو انت مثلا عزلت الاواعد بتاعتك لازم تسيبه لمده 24 ساعه، ما يقلش عن 24 ساعه عشان خاطر يكون نشف ويكون فعال في العزل بالنسبه للاواعد او رقاب الاعمده. وفي نفس الوقت برضه لازم تغطيه او تردم في مده لا تزيد عن 14 يوم، لان تعرضه للشمس هيبوظه طبعا، وهيحصل فيه تشققات هيبقى ذات عدم فائده. عرفنا مع بعض انواع البيتومين، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. وطبعا ازاي تعرف تختار نوع البيتومين لكل سطح او لكل عنصر انت عايز تعزله حسب استخداماته، سواء اسفل الارض او سواء اعلى الارض في الاسطح. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وفادتكم. كان معاكم مهندس هيثم نبيل، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه عشان نوصلكم كل حلقاتنا باذن الرحمن، ويومكم سعيد.